مرحبا في الجزء الثاني من المقال الذي بدأت في شرحه في الفيديو السابق. سأبدأ بقراءة هذه الفقرة بشكل كامل، ثم بعد ذلك سأشرحها. Scores in many areas of English proficiency: reading, speaking, listening and writing decreased during the last school year. The biggest decreases were in speaking. Students in the elementary and middle school grades showed the biggest decreases, while high school students improved in areas like listening and reading. هنا الدرجات scores، يعني الدرجات والنقاط المحصل عليها في الاختبارات scores. Proficiency مقصود بها هنا مهارة، يعني الدرجات في مجالات مختلفة من مهارات الإنجليزية. المهارات هنا المقصود بها reading القراءة، speaking التحدث، listening الاستماع، and writing الكتابة. الدرجات في هذه proficiencies المهارات انخفضت decreased انخفضت. ضد هذه الكلمة هو increase، نغير فقط بدايتها in d ب in decrease increase. انخفضت أثناء السنة الدراسية الأخيرة the last school year، وأكبر الانخفاضات كانت في مهارة التحدث. The biggest decreases were in speaking. لاحظ بأنه تم استخدام كلمة decrease هنا كاسم. The biggest decreases أكبر الانخفاضات، أما هنا decrease استخدمت في كفعل ينخفض. هناك الكثير من الأفعال التي تستخدم بهذه الطريقة، لكن معظم الأفعال عندما تستخدم كاسم يتغير نطقها. مثلا convert يحول، to convert يحول أو يتحول، أو مثلا يعتنق الإسلام، he converted to Islam اعتنق الإسلام. هنا نطقها توجد الشدة على V convert، لكن إذا حولناها إلى الاسم بمعنى الشخص المتحول أو الشيء المتحول، وتستخدمه بالخصوص بمعنى شخص متحول أو معتنق لديانة أخرى، فتنطق convert. هذه الرموز تبين لنا طريقة نطق هذا الفعل. إذا كان فعلا ينطق convert، أما إن كان اسما فينطق convert، أو بالنطق البريطاني convert المعتنق لديانة أخرى. أعتقد أن هذه الخاصية وهذا الشيء في الأفعال الكلمات الإنجليزية التي تستخدم بكلتا الطريقتين تحتاج لدرس وفيديو واحد لكي نفصل فيها ونذكر أهم هذه التغيرات التي تحدث للأفعال، لأن هناك أفعال يتغير فقط آخرها. مثلا فعل use يستخدم، استخدام هو use، I use أنا أستخدم، they use الاستخدام، يعني هناك تغيرات مختلفة لا يوجد تغير واحد. فلنرجع إلى المقال لنكمل شرحه. Students in the elementary and middle school grades showed the biggest decreases, while high school students improved in areas like listening and reading. التلاميذ في المدارس الابتدائية elementary ابتدائي، والمتوسطة middle school grades الصفوف، يعني الصفوف الصف الأول الثاني الثالث، في المغرب نقول أقسام أو الفصول. middle school في المغرب تسمى الإعدادية أو college. middle school grades showed the biggest decreases، يعني تلاميذ في المدارس الابتدائية والإعدادية أو مدارس متوسطة أظهروا أكبر الانخفاضات، يعني لم يتقدموا كثيرا في مهارات اللغة الإنجليزية. لكن طلاب أو تلاميذ المدارس الثانوية high school students تحسنوا في مجالات مثل الاستماع والقراءة improved in areas like listening and reading. improved تحسنوا areas
areas, مجالات, areas, in areas like listening and reading. Educators and school officials say that online classes made it more difficult for ESL students to use English when it was not spoken at home. Students did not have a full day of schooling in English online, said Disney Edwards. She is the assistant superintendent of Austin Independent School District in Texas. But she expects student performance to improve this year, now that classes are returning to normal. المعلمون, educators, هي كلمة عامة, educator, مربي, مهذب, لكن مقصود بها الشخص هنا في هذا السياق, الشخص الذي يقدم تعليم, education, المعلم. Educators and school officials, officials, مسؤولو المدرسة, موظفين في المدرسة الذين يعملون في مجالات أخرى غير التعليم بشكل مباشر, يقولون بأن الفصول الدراسية عبر الانترنت, online classes, جعلت استخدام اللغة الإنجليزية صعبا بالنسبة لمتعلمي الإنجليزية الذين لا يستخدمونها في البيت. Made it more difficult, جعلت الأمر صعبا. Made it more difficult for ESL students to use English when it was not spoken at home. When it was not spoken at home. عندما لا يتم التحدث بها في المنزل. Students didn't have a full day of schooling in English online. قال ديسني إدواردز, DCNA إدواردز, بأن التلاميذ لم يكن لديهم يوم كامل من التعليم وهم يتعلمون على الانترنت, من التعليم بالإنجليزية وهم يتعلمون على الانترنت. A full day of schooling, يوم كامل من التعليم. A full day of schooling. She is the assistant superintendent of Austin Independent School District in Texas. وهي مساعدة المشرف على دائرة مدارس أوستن, Austin Independent School District in Texas. كلمة superintendent, superintendent, تعني مدير, مشرف, مراقب. Assistant, مساعد, يعني هي مساعدة المشرف أو المشرفة. وهذه الكلمة تعني الشخص المشرف على جميع مدارس منطقة معينة. مدراء مدارس تلك المنطقة هم تحت إمرته, يعني هو أكثر أعلى مرتبة منهم. فلنذهب إلى ويكيبيديا لنرى كيف تعرف superintendent. In the American education system, يعني هذه الكلمة تستخدم في النظام التعليمي الأمريكي. A superintendent or superintendent of schools is an administrator, هو مدير, or manager, in charge of a number of public schools, مسؤول عن مجموعة من المدارس العامة, or a school district, أو دائرة مدارس, a local government body overseeing public schools. All school principals in a respective school district report to the superintendent. جميع مديري المدارس في المنطقة التعليمية المعنية, respective المعنية, يقدمون تقاريرهم إلى المشرف, يعني هم تحت إمرته, هم هو أعلى مرتبة منهم. But she expects student performance to improve this year, now that classes are returning to normal. لكنها تتوقع أن يتحسن أداء المتعلمين هذه السنة, لأن الدراسة أو الفصول ستعود إلى عادتها, إلى الشكل الطبيعي. But she expects student performance to improve, يتحسن, this year. عندما يتحدث الإنجليزيون, ناطقون بالإنجليزية كلغة أم بشكل سريع, فهم ينطقون هذه العبارة this year, this year. يعني S عندما يلتقي مع E, ينطق ش, this year, this year.
to improve this year now that classes are returning to normal. سأعيد قراءة الفقرة بشكل كامل. Scores in many areas of English proficiency, reading, speaking, listening and writing, decreased during the last school year. The biggest decreases were in speaking. Students in the elementary and middle school grades showed the biggest decreases, while high school students improved in areas like listening and reading. Educators and school officials say that online classes made it more difficult for ESL students to use English when it was not spoken at home. Students did not have a full day of schooling in English online, said Disney Edwards. She is the assistant superintendent of Austin Independent School District in Texas. But she expects student performance to improve this year, now that classes are returning to normal. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. ستجدون هذا المقال تحت الفيديو.